السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تفسير رؤيا المشابك في المنام. أولا، تفسير رؤيا المشابك في منام العزباء. رؤية الفتاة العزباء للمشابك يدل على أنها تمر بمشاكل وأزمات كثيرة في حياتها، وزارات الفتاة العزباء أنها تشتري مشابك يدل على أنها قد تتحسن حالتها وظروفها إلى الأفضل. رؤية الفتاة العزباء لمشبك الغسيل في المنام يدل على علاقة عاطفية قد تفشل أو فسخ الخطوبة. رؤية الفتاة العزباء أنها تلم المشابك يدل على تعاستها في حياتها وعلى شعورها بالحزن والضيق. وإذا رأت الفتاة العزباء للمشابك البلاستيك في المنام يدل على هشاشة علاقتها بحبيبها أو مع خاطبها. رؤية الفتاة العزباء لمشبك الملون في المنام يدل على أنها قد تتزوج بشخص حنون وصالح يسعدها. وإذا رأت الفتاة العزباء المشابك الخشب يدل على كثرة الأحقاد والأعداء حولها ومحاولة الإيقاع بها. أما رؤية المرأة المتزوجة للمشابك الخشب يدل على أنها محسودة ومحقود عليها ويجب عليها التحصين. رؤية المرأة المتزوجة المشابك البلاستيك في المنام يدل على محاولة أشخاص التفريق بينها وبين زوجها. وإذا رأت المرأة المتزوجة أنها تلقي بالمشابك بعيدا يدل على هزيمتها لأعدائها ونصرتها عليهم وعلى حل جميع مشاكلها. أما رؤية المرأة الحامل للمشابك في المنام يدل على عدم شعورها بالسعادة والقلق الذي يستحوذ على قلبها. رؤية المرأة الحامل أنها تعثر على مشابك يدل على جرأتها وعلى مرور ولادتها بسلام. أما رؤية الرجل للمشابك في المنام وكانت مشابك خشب يدل على أنه يمر بظروف سيئة وصعبة وصعوبة في الحصول على المال. إذا رأى الرجل أنه يجد مشابك في طريقه يدل على حصوله على أموال ولكنها تضيع بشكل سريع وعلى أنه شخص مبذر ومسرف. رؤية الرجل للمشابك البلاستيك في المنام يدل على أنه قد يمر بأزمات ومتاعب وحزن. رؤية الرجل لمشابك الغسيل يدل على أنه رجل صبور ويتحمل المسؤولية. رؤية الحالم لمشابك الغسيل في المنام يدل على أنه لديه أصدقاء سوء لا يحبون له الخير. أما رؤية مشابك الغسيل في منام المطلقة والأرملة يدل على كثرة التعب والهم وعلى قلة الموارد الاقتصادية. رؤية جمع المشابك في حلم المطلقة والأرملة يدل على الهم والقرب. رؤية العثور على مشابك في الطريق في منام المطلقة قد تدل على الحصول على الأموال. وبكده تكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤيا المشابك في المنام للعزباء والمتزوجة والمطلقة وللرجل وللحامل. نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.